حضرتكم اللي يحصل كده معاكم. اخش عليكم ادعكم مربطين من ايديكم وداخلين تتشنقوا زي المواشي. لا لا وليه؟ يعني لا وليه الاثنين في نفس واحد؟ لا وليه؟ ليه؟ هل انتم حيوانات؟ هل انتم بكر؟ هل انتم جنوس؟ لا طبعا. لا انتوا انسان. انتوا واحد انسان عظيم فلاح كلب خرسيس. فلاحين انتوا ايه؟ فلاحين. طب انا هسألكوا سؤال. افرض ان الظروف ما سمحتش ان الليمبي يبقى الزعيم بتاعكوا. بلاش. افرضوا ان انا النهارده ما رشحتش نفسي للانتخابات بتاعت الرئاسه، كنت هتعملوا ايه؟ قولي انت كنت هتعملوا ايه؟ كنا هنعمل ايه؟ انا اقول لكم انتوا كنتوا هتعملوا ايه؟ ولا حاجه. لان انتوا منتظرين الزعيم اللي يجوا ينتشلكم من قلب الكنيف. لكن لا 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 ولا الاثنين برضك مع بعض. اوعوا تنتظروا الزعيم اللي يجوا يطلعكم من الكنيف، انتوا اخرجوا من نفسكم بالكنيف. ايوه عنده حق. كلامك حلو. يا سلام. يا سلام على العلم والنور يا جدعان. امال ايه؟ العلم والمنطق بيرمي فلقسته علينا. فلقسته ايه؟ فلقسته ايه؟ فلقسوف يا جاهل. ده زعيم وفلقسوف. عاش الزعيم الفلقسوف الفلاح. عاش الزعيم الفلقسوف الفلاح. طلعنا من الكنيف يا زعيم. طلعنا من الكنيف يا زعيم. اخواني. ايه؟ ايوه. احنا كنا بنتكلم في ايه؟ ايوه صح، احنا كنا بنقول ايه؟ زهينا من الكلام واللاتو والعجل دي كلاتو. احنا اللي بنبات فيه بنسبح فيه. طب تصدق بالله يا سيدي الاستاذ ليمبي؟ لا 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 لا. حكايه المشانق دي جات لنا على الطبطاق. ايوه. قولي ليه؟ ليه؟ لانهم لو ما كانوش هم هيشنقوني قلنا احنا شنقنا نفسيني. ايوه على قولك. عشان نبقى طلعنا من جهنم في الدنيا نروح نتشوي في جهنم تاني في الاخره. استغفر الله العظيم. لا اله الا الله. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. والله ما يرضى من السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ومن الراجل ده؟ ده العمده. بيشتغل ايه؟ عمده بلدنا. بياخد مرتب كويس ولا ايه؟ ما انت عارف يا ليمبي انه نهب خير البلد كلتها. خش اعمل لك شعبيه. اتفضل يا حضره العمده. اهلا وسهلا. اتفضل يا عمده. منور يا زعيم. منور. الله يخليك. ده ابنك ده؟ لا ده شيخ البلد. ما شاء الله كبر. ما شاء الله. اه طبعا. حبيبنا عمدتنا. الليله. ايوه. ليلتك بقى. الدبايح والرقص والمغنى. واني هقوم باللازم بنفسي. ربنا يخليك يا عمدتنا. بيت كرم بقى ولا ايه؟ بالك انت؟ ايوه. اني اول ما شفتك بالهدمه دي قلت الجدع ده يا اما ولي من اولياء الله. الحمد لله. يا اما اراجوز. يا اما زعيم. ايوه انا زعيم بس خليها في سرك يعني. وانتوا كلكم يا اخوانا معزومين الليله عندي علشان عيون الزعيم. يا سلام يا اولاد. الفرحه حلوه. ايوه. ادعوا له العين ده. ادعوا له. يخرب بيت ابوه. احنا ندعوا له. يخرب بيت ابوه. يا سلام. شايف محبه الناس يا عمده؟ ايوه يا شيخنا. هو انا عايش الا بمحبه الناس؟ ربنا يديمها عليك نعمه يا رب. يلا سلام عليكم. سلام يا رب. سلام عليكم. ادعوا له. ادعوا له. يخرب بيت ابوه. ادعوا له. ادعوا له. يخرب بيت ابوه. هو احنا كنا قاعدين ليه؟ انت قول يا زعيمني واحنا كلنا وراك. ايوه بس خلاص بقى كده بقى مش عايزه كلام. احنا تعبنا من الكلام. فلازم نوصل صوتنا لكل الدنيا. نهتف بكل اللغات. هنهتف هنهتف بكل اللغات. هنهتف هنهتف بكل اللغات. هنهتف هنهتف بكل اللغات. هنهتف هنهتف بكل اللغات. هاو 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 نو 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 باك 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 ما 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 ما
انتوا ايه؟ مالناش كلام. مالناش كلام، وده اهم حاجه ان انتوا تشيلوا الجله والقرف على دماغكم. وتحسوا ان انتوا ايه؟ حيوانات. يبقى انتوا ايه؟ حيوانات. حيوانات لو مش كده وبس. تحس ان انت جلوط وانت في قلب الكده. لازم نبقى مهزئين. عشان طين بلدنا يتحط على دماغنا. مفيش عندكم قلب خالص. ايوه كلامك صحيح. صح كده؟ لا يا نجم كلامك صحيح. ما تستناش الناس كزعيم كزعيم ان هو يجي لكم ويسيبكم من قلب الجلوط. ما يصحش طبعا. يلا بنت اجرمش. لا لا. عايز ايه يا بنت؟ اني فتحي. ايه ده؟ فتحي. طب مش كده؟ طب قلت اروح عشان خاطر انا عندي دلوقتي حاجات في الفكر. عايز اطور من الطينه. ايوه ايوه روح اطور من الطينه. احنا مستنيين والله زعيم. ايوه يلا يلا. وعهد الله زعيم. ايوه انت بالذات تجيلي عشان تاخد فلوس في التهذيب. الله يكرمك. بس مع الف سلامه. تعالى يا بنت. ايه عايز ايه؟ خد يا سلبي الحاجات دي. سلبي والحاجات ايه ده؟ ده لبس جدي قبل ما تتهسوا الجابوسي. جاموسه؟ ايه ده؟ ايه بولت ايس كريم دي ولا ايه؟ طيب. ايوه طب انا هعمل بيهم ايه دول؟ تعمل بيهم ايه؟ طب ده انت لازم ولابد تتغندر وتبنجي. ده باهل البلد كلمه اشعال ما كانتش الهاسه والفرحه دي معموله مخصوص عشانك انت يا زعبدي. زعبدي؟ ايه بابا ليه؟ زعبدي. وما يصحش تخش عليهم بالشكل ده. فهمتني؟ ايوه فهمتك. صحيح. وراء كل رجل عظيم لحنية. الله لي يا سلبي. أيوه. هي ايه اللحبية دي؟ عمال تقولي لحبية لحبية، شكلك متعكسني. يا بنت هو انا شادلي بك الا اللحنية بتاعتك. سابع؟ سابع ليه؟ سابع؟ سابع ايه؟ سبعت؟ ايوه سابع. سابع ايه بقى؟ سبعت الناس فرحانة بيك قد ايه؟ رأس وبغنى وبزيكي. ايوه احنا نقعد نزغط بزغطه. طبعا هوا بقى وهو وترت ترت هوبا ايرتي. طب انا البس الحاجات دي فين؟ البنت العبيط البنت دي ولا ايه؟ بقول لكم انا بعمل اراجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى اعمل اراجوز. ايه ده؟ البطل؟ ايوه البطل. ايوه الزعيم. ازيك؟ يا اهلا بالبطل. ايوه خلاص الله يخليك. يا رافع راسنا. ايوه يا رافع راسنا. أيوة. يا حامي ولادنا. ايوه خلاص يا مفرح نسواننا. أيوة. يا اهلا بالزعيم. الله يخليك. بقول لك وحياه ابوك انا عايز اقول لك كلمه. انا عايز اغير اللون دي. تروح فين؟ انت تروح في اي حته يا زعيم. تعال على دوار العم دي غير هناك. لا 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 انا عايز حته ثانيه مكنفه كده جداريه. عينيا يا زعيم احنا فيك الساعه فيه الغرفه بتاعه الغفير هناك. بس هي مش في مقامك يا زعيم. مش في مقامك. انا هاخدش اكل. انا هاخدش غير كده. لا لا مش في مقامك. يلا بقى. لا زعيم الا انت يا عم. يلا بقى. لا زعيم الا انت. عند بدل تسقيل قوي. حبيبنا وحبيبنا يا بطل. حبيبنا 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 حبيب البلد كلها. والله حبيب البلد دي كلها. والله يخليك يا بطل. يا بطل يا جميل يا جميل يا جميل. ده ايه النور اللي بلد دوار النهارده ده؟ الله يخليك. ده ايه الضي اللي زغلي العينينا ده؟ الله يخليك. ده ايه الكهارب اللي ضربه في وشنا دي؟ طب احنا هنقعد ولا احاسب على وصل النور وامشي؟ اتفضل اتفضل. طب انا الخدمه الشريفه. البطل ده ما يقعد الا جنب انا. بعد اذنك يا عبد الله. احنا ضيفنا بقى. على شرك شرك. خبريه يا اخوي خبريه. واحنا يعني مش قد المهم ولا ايه؟ ولا الطلاق بالثلاثه ما يقعد الا فيه حال. قول يا بطل. يا حبيبي قول يا مشرفنا. والله والله البطل ده ما يقعد الا فيه حال. ايوه 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 اي
أو النبي ريحك أخف من ريح لنا. أنا خليك يا ساعدني كفاية. أنا خليك مش هذا جنبي وجنب المأمور. تعطي المأمور الباشا جناب المأمور اتفضل. أنا ده ظابط جديد؟ قديم كبير. أهلا وسهلا. اتفضل يا عندك. اتفضل نور يا زعيم يا بطل. الله يخليك يا رب. البيض يا بنت. البيض يا بنت. البيض والذبايح والهبر والطعمية. انا ما بحبش العجة يا عمدة. احنا نذبح لك نعام. نعام الله يرضينا عليك. فين الزمر وفين التمر؟ انا ما بحبش التمر. انا ما بحبش التمر. لا 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 مش التمر التمر. ما بحبش التمر انا ما بحب. ايه النطع بتوع ده؟ شكلها كده والله. ايه التمر ده؟ لا الطبل اللي هو بين اللي بيني. ايوه الرقص والمزاج والصهلبة. دوري يا مزيكي. ثاني. انت بص انت العلاقه في وسط النواش اللي واقفه دي دهايم كل دول قاعدين خلي بالك. يا عسل بموت فيك. وكمان ناوي على البت اللي زي لهطه القشطه دي. لا كل اللي فتحيه تاني اخد عمرك وما تاخدهاش مني. عاتب والله والله عاتب. عايز اشوفك بعد الكنيف. تليفونك ايه طيب؟ اروح الكنيف. مالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا وليه؟ خزعتيني كده ليه؟ حلوه قوي يا عمري. ايه؟ هي مين دي اللي حلوه يعني؟ الليله. الليلة يا عمده. ايوه ايوه الليلة. الله يحزك يا ميت. تدري ما تروح تشوف الستات يعني ضيفيهم كده وكرميهم. طيب يا عمده. يا اهلا 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 يا زعيم. اهلا بك يا عمدتنا. منور والله. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. والنبي زعيمكو يعني عايز اعمل بيبي. يعني ايه بيبي يا زعيم؟ ايه يعني ايه بيبي يا زعيم؟ بيبي يعني انا عايز اروح
عايز اروح الكنيف. عارفين الكنيف؟ يعني انتوا بتعملوا بيبي. وصلت وصلت. عرفت دي؟ عايز اعمل الحمام يعني. حمام يا فتحيه. يا ستي فتحيه. انت يا بنت يا فتحيه. وسعي سكه عشان الزعيم عايز يعمل زي الناس. أيوة. الحمام. ها ايوه انا الزعيم. الزعيم رايح الكنيف. الزعيم حيخش الكنيف. اتفضل. بعد اذنك يا رجاله. اتفضل يا زعيم. وادي علوان. امر يا عمده. هريسه متامن يا ولد. امان الامان يا عمده. حط في بطنك بطيخه صيفي. طب غرجتك ده يا فمك. منور يا جناب المأمور. أمال يا حضرة العمدة، هو احنا لينا بركة إلا جناب المأمور؟ دول قولي الأمر برضو. قولي الأمر. أيوه أيوه يا شيخنا. محمية فتحية. أنا أطلع لهريسة إزاي؟ هقول لك. أيوه. بس خلي بالك بالديانة. دبانة؟ دبانة في كتفي. عايز أسرقوها بيه. دبانة إيه يا سليب بالديانة؟ الديانة بتربصين له في كل حتة. خليك بستحرص. أيوه خليني بستحرص. شايف السلب اللي في ظهري دي؟ فين؟ طلع لك أنت سلب منين؟ في السلب أهو. أه ده اللي جنبه ده. هتطلع في بين. في شبال. في بين تاني. في شبال. في فوق. في تحت. في بطلة. في بين. في شبال. يلا 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 يلا. وبعدين تاريخ المهن المشرف بينهار كله قدام عينيا. الله يخرب بيوتكم. والله ما عارف اعمل ايه. ها اولاد ايه بتفكر؟ في حد يا اختي؟ انت شايفه؟ انا بالصالحه. انت صالحه؟ لا. انا في الفرن. في كتو. ونعمل نفسنا ان احنا موجودين في البيت بقالنا كتير. ماشي ماشي بس بالراحه. انت شايفه جده في حته؟ شايفه جده؟ اجري بس بالراحه. طيب طيب. اجري. بالراحه بس. يا لمير. اجري يا واد. يا لمير. ما تزعل ما تزعل. لمير. ما تزعل. انتوا فين؟ يا لمير. يلا. هلا. هادي بقى. بس نسيت بقى. وده ايه؟ حاجة غريبة جدا. طبعا ايه؟ من انا بطلبك انت قافلة تليفونك ليه؟ ايه جدو احنا كنا في الجنينة بنشم هوا وبنلعب. يعني ايه ما خرجتوش؟ ايه ده؟ وانا كان ممكن نخرج؟ ونبي ما قلتليش ليه كده لموسة؟ كنا روحنا جامعة الدول العربية وكان كشري عند فرغلي وسيبنا ريبسي عند عصير العسل. سكر سكر يا تاتا سكر. انا ما فيش حاجه كنت بطمن عليكم يعني. لا احنا كويسين جدا يا جدو. طب انا كنت عايز اتكلم معاكي شويه. ماشي. طب هو بدل بقى دي خطرته دي في فريندز. فريندز. ماشي ماشي هاتي. ما انت انا بنزل في ايه؟ اهي. اهو؟ ايوه برافو. ما عايز حبيبتي. انا هزودلك بعد انا موسى. ماشي. كده؟ راح. تاخد موسى. ماشي. بس مش عايزني اجيب لك شاي المكتب؟ لا بتصعب ولا ايه؟ خلاص انت بتصعب؟ الله ناس خلاص تسمع على خير يا ميزو. الاقي ضغور. اسمعي انا مش عايز احرمك طبعا ان انت تقعدي مع عطاطا، لكن بيني وبينك انا خايف لان لسانها زفر. انا خايف لو طرقتي منها كام لفظه ولا كنت تبقى مصيبه. ايه ده؟ لا طبعا دي رقيقه جدا ونضيفه قوي من جوه يا شيخه. ايوه يا مولي دومي دومي يا مولي يا مولي اسعو غدبا انا والنبي ترارارارا اسعو مدومه والنبي. ايه القطط اللي عملتيه في اوضتي ده؟ مغسل هدومي. هدومك؟ طب ما احنا عندنا غساله. طب افرض النور قطع جوزك يعمل ايه؟ ينزل وسخ وسط النسوان ويتريق عليه ويقول الست دي معفنه؟ الست دي مش مهتميه بجوزها؟ يا قطط انا مش متجوزه. يا بنت انت اللي تركزي، لازم تتعلمي متجوزه او مش متجوزه. بصي لازم تتعلمي. تعالي تعالي. اجي؟ تعالي يا عادي يا بنت. ايه؟ اقعد امسك الحته دي
امسكي من عديمك حاجة على جوزك هيحبك عليها. امرسي بقى كده. انت تغسلي فنلة نملة انزلي اغسلي بايدك كده كده. هتعافي يا نملة هتعافي كده. هتعافي يا بنتي كده خلاص. كده خلاص اهو. امرسي جامد. ايوه. جميل قوي. يا سوري بقى. نهار اسود. ايوه امرسي كده. ايه المصيبة دي؟ في ايه؟ امرسي كده حلو قوي. في ايه؟ انت ملبسها بقى. انت بتعلميها ايه؟ انت يا بنت انت. بعدين ايه بعدين ما تبقى ست بيت. ست بيت؟ ايوه. جواز ايه ونيلة ايه؟ وده ما تتجوز ما يبقى عندها شغالات. يا سلام. طب افرض بقى حصل ان انت جوزتها لحتة واحد محنك معهوش ان انا ايه؟ ايه؟ قومي بره. قومي كلميني بره. ايه يا جدو في ايه؟ ما براحة شوية مالك؟ قومي قومي يا ست قطاطة. ايوه كده. مين اللي قال اهو؟ انا عارفه الارض من جنفلاتك. مش راحة. ايوه. قومي راح فين؟ طلع بره. يلا. طلع بره؟ لو غبت عن خمس ساعات ماشي. لو غبت عن خمس ساعات في قلب المكتب عنده بيتقال حقيقي. يا طاطا تعالي بقى. ماشي ابو دجاج. اقول بقى اللي مش عارفه هو فين. وبعدين اجي فين؟ انت عايز ايه؟ تعالي اقعد عايز اتكلم معاك. انا مش عارفه بس يعني ايه. ايوه عادي يا اختي عادي اهو. ايوه انا منك مش عارفه ايه. نعم. انت ايه اللي بتقوليه ده؟ انا بقول ايه؟ افرض اتجوزت واحد كحيان وتضمن وطير السلك تعمل ايه؟ انا اللي هو عباس هخلي حفيدتي تتجوز واحد كحيان ولا عدمان؟ ايوه ده حد ده من عمره. ما يمكن وانت قاعد دلوقتي في رمك طول ماي وانت قاعد هتقدر تتكلم؟ ايه؟ ولا حدها معديه راح تخفرك كده وخلاص خلصت الحكايه، ما بقاش في عباس النهري ولا غيره، تعمل ايه؟ انت بتفول عليا يا وليه اللي ايه ربنا ياخدك. يا راجل انا بحب ولا بتبين ولا يا عباس بيه؟ يا عباس بيه فهمني شويه. البيت لازم تشوف وتعرف وتحب وتتحب. ايه الكلام الفاضي اللي بتقولي؟ حبي ايه وتتحبي ايه؟ البنت لسه صغيره. صغيره ده ايه يا عمر؟ ده ليه صغيره؟ انت عارف وانا في سنها كده كنت عامله ايه؟ كنت ماشي مع نص عساكر الانجليز في مصر. ده حفيدتي وانا مربيها تربيه صح. اخويا بقى ولا مربيها ولا منزله ولا بتاع بقى. انت مش عارف مفيش حد عارف يكلمك بعد بالبيت ولا ايه؟ ايه يا عباس؟ مالك؟ ما تفوق كده شويه. صحصح كده شويه يا عباس. انت جيت في مره كده لواحده كده رحت جايب لها صباع رز. جبت لها صباع رز مره كده انت فاكر؟ جيت في مره رحت جايب لها مسكره. جيت حسيتها في مره كده في مره من المرات كده ان هي بنتي وكبرت بقت عروسه بقت حلوه وطلبها الاكل وتقعد بقى تتشرط وتحط رجلي على رجلي وتقول لي انا مش عايز العريس ده لا انا عايز العريس ده. فين الحاجات دي؟ انت جيت انت تحكي على كده. انا ما بحبش اسمع الكلام ده. تحكي حواديت وخلاص. خلاص يا اخويا ما انا بتاع. انت ما انا مش هيفهم معاك اي حاجه خالص كده. ما انت راجل ما تتعاشرش. طلعني انا مش سايقاك. وعده عدى من الليالي. ولبتي عسل شربات بتخش القلب كده يا اخي. وانت والنبي عرفتي على طول بتخش برضه جوه القلب. وكمان جمال وانوثه. تحبي منظمبلي؟ تحبي باديكير مانيكير؟ ادعك في كعب رجليكي اعمل لك مساج. انا بحبك قوي يا انوثه. والنبي عرفتي يا محسوره انا بحبك قد الكابينيه. اجيب لك تاكلي؟ لا ده ما بيش نفسي هتاكل. حاضر يلا يا بنتي نحمده هات الاكل. لا يا معلمه. هو انت على طول ما عاد الراجل ده معاك في الزنزانه؟ يا اختي خدي على الثواب خدي كلي. ما
بعيدة. لو ما كنتش انت تدلعني مين هيدلعني؟ لو ما كنتش انت تمتعني مين هيمتعني؟ ليه البنت دي صوتها حد قوي؟ ممكن تعمل سيرين قوي او لولو. يا اختي شربات كلي يا اختي كلي، لان اخد بعدين بقى عشان خاطر انا ريحتي دلوقتي مزوده. لا 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 كلي يا اختي كلي، وشك اصفر عامله زي الوحده لما تبقى نفسها بعد الولاده. كلي كلي يا اختي كلي، الاكل هيبرد. بس كمان شويه عشان خاطر انا هيبرد الاكل. كلي بعد ما زدت حاجه. كلي يا اختي كلي يا اختي كلي. انا عامله زي طعميه. لا فضلت خيرك كفته. نعم النبي والنبي كفته. ربنا قولي دان زلوتي زلوتي. هل رأيك حلوة مش كده؟ قولي يا أختي حلوة قوي. قولي قولي ما مالك يا أختي؟ ما مالك 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 يا وليا؟ ما تنطقي بعد ليه؟ فليك يا ستة عبابة. مالك يا أختي؟ أهلي حضرني حاجة من أمك. حضرني أهلي ليش؟ ايه رايك في الباروكه دي؟ حلوه رايق يا سمير. مالك؟ انا عايز حقي في عمليه قطاط على داير مليم. وبات الكلام جرى يا صالح ما تفتح. حاضر حاضر يا سعاده البيت. حاضر. هيا عم صالح. ازيك يا سمير؟ ازيك يا ليلى؟ ازيك يا حبيبي؟ اهلا يا حبيبتي. الله يا بابي دي باروكه ممكن العب بيها شويه؟ لا يا حبيبتي دي بتاعت الشغل. بابي حبيبي جايب لك حته هديه، تعالي معايا اوريها لك. يلا بصي بقى. مالك يا سمير؟ في حاجه بينك وبين شعبان؟ لا مفيش. ما تخبيش عليا. في حاجه يا صالح؟ اسمها ليلى، جوزك لايف على حته جديده بس شكلها قلبت غرام وهيام. ازاي؟ بعدين هقول لك. امتى؟ قريب هقول لك ما تقلقيش. العزل ريس طمنا عليها يا دكتور لو سمحت. هتقولي نبيل ان شاء الله لو عدى 24 ساعة على خير نبقى عدينا مرحلة الخطر. 24 ساعة؟ يا سيدي اللي عدى 179 سنة اللي فاتوا يعني يعدوا ال 24 ساعة دي. بعد إذن حضرتك. لميس. لميس إيه بس اللي أنت بتفكري فيها دلوقتي؟ إحنا في إيه ولا في إيه؟ سرقتوا مني إيه؟ كلية ولا طحال؟ تبادر؟ ولا خط المنبر؟ منبر؟ أنتوا خدتوا مني إيه؟ عملتوا عملية فتحتوا فين؟ انت فتحت في الدراع عشان تسرقوا مني جدا. وانا دكتور انا مالي عملت ايه؟ انت وزكاره الاعضاء؟ نعم. انت بتتاجر في وزكاره الاعضاء؟ اعضاء مين؟ ايه اللي انت معلقهولي ده؟ ده الجلوكوز. جلوكوز؟ ده انا مش عايز جلوكوز، انا عايز سوبيا. سوبيا ايه؟ ما انا عايز سوبيا. عايز سوبيا او خمر هندي. مين؟ خمر هندي. خمر هندي مين؟ وانت اللي حاطط عندك بدل يا عمر. فين لميس؟ يا عمر؟ ايوه فين لميس؟ لميس انا كلمتها وجيالي. لميس؟ الله انا عايز لميس. هو انا مت ولا ايه؟ مت فين؟ ما انت بتنيله قاعده اهو زي القرن. اصحي كلميني. ايوه اوعى 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 ما تجيش جنبي خالص. فين لميس؟ نموذج حبيبتي يا عزازه نموذج. عامل ايه يا حبيبتي؟ وحشيني قوي. انت كمان وحشيني. جملي حاطيني الابره في دماغي. سلامتك. حاطيني الابره. مش انا ده الدكتور. سلامتك يا قطاطا يا حبيبتي. عامله ايه؟ الحمد لله. وليس؟ ايوه انا ما اقدرش اتاخر على قطاطا يا جد. حبيبتي ما يغني. ايوه يا بطي يا خلاص خلاص العبوا مع بعض. انا مستنيكي في المكتب. ماشي.
مع السلامة يا بيسو. بيسو كيف عملوا فيا ايه في السجن؟ خضتيني عليك، عملوا فيك ايه في السجن؟ حطولي سم. سم؟ ايوه سم في الاكل. حبيبتي يا قطوطه، بعد الشر عليك، انت لو جوالك حاجه مين هيحكي لي حواديت؟ انا حبيبتي انا احكي لك تاني، اجي لك وانا عفريته حتى. الرشوه اهي. ايه ده؟ ايه؟ ايه دي بطاطس؟ لا شوكولاته. بطاطس ايه؟ شوكولاته؟ ايوه شوكولاته. شوكولاته؟ اه. نبي؟ ايوه. حلوه قوي حبيبتي. منك هديك ليا ويزلعك ويزقلنك ويعطاتك وياخذي الحلوة يهدي يمطك يهدي الحلوة يهدي يمطك رمّة 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 رمّة. خلاص دلعتيني وهنمتيني، بقى ايه اللي حصل؟ حصل فيه؟ هيكون ايه يعني غير الحدوتة؟ يلا حدوتة؟ حدوتة ايه؟ الليمبي. الليمبي حبيبي اهو جاي لك اهو وجاي معانا كلكوس لحنية بقى في الحية. انا اطلع لهارسه ازاي؟ هقول لك. أيوة. بس خلي بالك من الديانه. دبانه؟ دبانه في كتفي هيسرقوه ولا ايه؟ دبانه ايه يا سليب؟ الديانه الديانه بتربصين له في كل حته، خليك بستحرص. ايوه خليني بستحرص. شايف السلب اللي في ظهري دي؟ فين؟ طلع لك انت سلب. السلب اهو. اه ده من جنبه ده. ايوه هتطلع في بين في شبان. ايوه في بين ده في شبان في فوق في تحت في بطلة في البين في شبال في فوق. يلا 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 في تحت. يلا فتحي يلا. وبعدين بقى في الجدع اللي طلعنا في البخت ده اللي اسمه لمبي واكل عقل الفلاحين ودايرين وراه على طول، قولي بقى لازمي تاني ايه؟ عمدة يعني ولا خيال مقاتل؟ اصبر بس يا عمدة، الصبر حلو وكل وقت وله أداء، والليمبي دي تصرفته معاني. السلام عليكم. مش هنا منزل السيد هريسة؟ صحة صحة يا ريس. أنا طبعا كنت عايز أقابله يعني. أنت جيت لأراك يا هالي. إيه ده؟ اقرا على روحك الفتح. ده إيه يا عم أنت يا عم؟ اصحى وفوق وفتح للكلام. أنت تعرف أنت خلاص هي طارت منك ولا إيه؟ ده أنا الليمبي يعني اسم من دهب وحروف من نار. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا برضو بلد الجدعانه والرجوله والادب. الليمبي من السيده زينب وعارف يعني ايه الاصول. مش انا اللي اعلم على صاحبي عشان خاطر في سوء خلاف بيننا وما بيننا. ماشي؟ سلامه يا شنتاله. انا ضربت ايدي في حله تفال ولا ايه؟ صابك يا زينة الشباب؟ فوق فوق وطبني يا سيدي رجالي. بدر عليا لو ربنا كرمه وقام بالسلامي لاذبح جدي واوزع على البلد كلتها. عيب عليك يا راجل اختيش، هو الزعيم مقامه جدي برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ابتدى يفوق اهو. الكنز الكنز. سليبي الله 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 ال
اللهم صل على النبي. انتوا ولا انتوا ناس تانية؟ لا حول ولا قوة الا بالله، بيخطرف يا رجال. ايه مصابته؟ الحمد لله على سلامتك يا بطل. ارفع ايدينا على السلام. تمام، ده انا دغدغكم كلكم. انتوا بتضربوني؟ عايز انا مش من المنطقة تضربوني؟ لا يا سليم. يا سلام عليك يا وريك انت. يا انت بخير يا زعيم؟ الحمد لله. هو ايه اللي حصل يا سيليبي؟ والله فاكر يا فتحية، والله فاكر، بس انا كل اللي انا كنت فاكره انه كان في خناقه مع حد فرديته بالبنيه. انت احنا ايديا داخل الفعطر. اصل الناس لقوا باربي في الشارع. باربي في الشارع يعني منتهى الصلاحيه انا ولا حاجه؟ مش مهم، حبدل على سلامتك ان شاء الله. يعني ده شرع بعيد الشرع عليك يا فتحية. صدقي اول مره احس ان في بني ادم بخاف عليا، وفي حنيه كده وودن يعني دنه. كلنا بنخاف عليك يا زعيمني. ايه يا عم انت ده؟ ايه يا اخويا خضيت ودهدي؟ ايه زعيمنا ما يتخضش يا عم، ده يخد بالك بزيد. يا عم استنى، انت ما مش عارف التنين اصلا. انت ما فيش اي تمييز؟ ما فيش اي تمييز؟ انت مش في لحظه هنا عاطفيه تميز لحظه فيه هنا ودن وحنان؟ يبقى ما يبقاش حنكك يروح داخل في حناكنا واحنا لسه بنتكلم في الرومانسيكيه. ده عبيط ده ولا ايه؟ وكتاب الله الزعيم بتاعنا دي لو في منه 10 في بلدني لكنا نبقى احسن من اوروبا، وكان زمان جيوشنا جوه بلاد الانجليز كده، وكانوا هم اللي هيبقوا عبيد مش احنا. ايوه الاولى، وكان زمان مصر دي البلد اللي ما تغيبش عنها الشمس ابدا، وكان زماننا بعيد. بلا زبني بلا بكني. قوم يا اخويا اتطوقوا كبلوا كلامكم بره، سليب لسه تعبان والقلب جوه ضلوعه. احنا عادتنا ملهاش لازمه. بس انا عايز اقول لك على سر يا سليمبي، حكايه هريسه اللي بتخطرف بيها طول الليل دي وموضوع الكنز هيكون سبب موتك. اللهم اني قد بلغ، اللهم فتح. ايوه تمام كده، واكيد العمده هو اللي عمل المهرس ده يا رجاله. ده الراجل ده شكله ده ضربني. اني ايوه دماغي كده فاكرها. لا اله الا الله. والله يا هريس الكلب ما اعتقد، وإن كان العمة ما كفكش عشان تقرب مطرح الكنز أنا هخلص عليك. خبر يا حضرة العمدة؟ اهدي مش كده؟ ساعة الغضب العقل بيذهب بيروح. وأنا هعمل إيه بالعقل؟ أنا عايز الكنز. أيوة كده صح يا عمدة، الكنز. وإنت مال أمك؟ حد طلب منك رأيي؟ اخرس إنت هلا حط بلغة في بقك. إحنا يا عمدة جربنا معاها الشدة كتير وياما، يعني كانت عملت حاجة؟ كلب ولا يسوى زيده يحتكم على كنز ملوش اول ولا اخر. واني عمد الدنشواي وكبير الزرازير مملكش الا 1000 فدان و500 باره. ده عدل ده يا شيخ يا اللي دارس الدين؟ الدين براء من هذا الظلم، ظلم الانسان لاخيه الانسان، حكم الانسان لظلوم. وعشان يرجع الحق لاصحابه ونعدل الميله لازم يكون في الحكايه حكمه. حكمة؟ ايوه حكمة. اخرس انت. طيب يعني عاوزني اعمل ايه؟ خلص احنا نخش عليه دلوقتي وما يحسش بوجودك خالص، تبقى سكتم بكتم وسيبني اني اللي اتصرف معاه. ماشي؟ انا جعان يا عمده. اتسد يا بغل هاكلك جتك الهم. يلا يا دي حلوان افتح الباب. لا يا عمد انا بخاف منه. خاف خاف يا نغه. افتح الباب يا خيخي. يلا يا شيخ. عاوز بالله مين؟ عليك سلام الله. وانت عليك غضب الله. مقبوله منك يا سي هريسي، مقبوله منك يا هريس. يا ابني مش عايز تعقل كده هوت بقى وتدل العمدة على مطرح الكنز وتمتثل للقضاء والقدر؟ سيب القضاء والقدر لصاحبه فهمني. من اللي ادى اسماء الفلاحين الغلابة للاستعمار الانجليزي عشان يشنقوهم؟ كلامك غامض علي. الكلب
الكلب اللي بيكنس من ورا خدمة الإنجليز على حساب أهل بلده ويبيعهم بالرخيص. الشيطان اللي انت حاطط يدك في يده. يعني أني أني إيه دي؟ هو الشيطان هني؟ ما تلم من نفسك يا زهريسي، انت مش شايف بتكلم مين؟ لا مش شايف، ولما انت أعمى البصر اتكلم على قدك. انت بتعايرني على اني أعمى؟ أنا صحيح أعمى البصر، لكن انت أعمى القلب والبصيري. اصفخس عليك عمدة معفن، عمدة هزو. انت وأهلك اللي هدوء وعيلة وطية ولا عنوان. طخ الواد ده عيارين قاعدين الرمايه دي. البندقيه ما فيهاش رصاص يا عمدي، قلت لك 100 مره قبل كده ان شاء الله حتى نحط فيها قرنين فلفل احمر. تهوش كده يعني؟ يا تجده يا في امك. يمين بالله ثلاثه بالله العظيم، لو ما قريته بالحقيقه بكره قدام الناس في صلاه الجمعه. بكره الثلاث يا هريس. يا سيدي مشيها جمعه. وبعدين انا راجل اعمى، انا بحذرك إن ما قريتوا للناس بالحقيقة هكشف سركم قدام البلد كلها، أنت والشيخ العرة دي، هخليهم ياكلوكوا بسنانهم ويقطعوكوا نساير نساير. ولا علوان، استوسخ لي سكينة مصدية وهاتها عشان أحس بيها رقبة الكلب ده. سكينة إيه يا عمدة؟ بس تعالى تعالى بس تعالى بس. ابني يا في الشغل لي. صلي على النبي يا راجل، يلا بس تعالى. عليك وتفيق. الحمد لله الحمد لله انني راجل اعمى عشان ما اشوفش الوجوه العكره دي. الحمد لله على السلامه يا سعيد. السلام عليكم. الحمد لله على سلامتك يا ليل. الف سلام عليك. انا خلاص تمام، محدش يجي تاني. انا خفيت، انا خفيت خلاص. بطلة يا اختي انت وهي، يلا وعوني عرض كتافكو. يلا ماشي يا فتحي. مع السلامة يا اختي. يلا يا اختي. يا هلاتي. يلا واكبر اختي. شوية وفي برضو. والنبي يابا علقي على براد الشاي عشان اعمل كوبايه الشاي لسيلبي. حاضر يروح امك وقلب امك. النبي يا رب ارجع لإيه متجوزه. بطلي برطمة يا ولية وروح اعملي لي كوبايه شاي معاك يا كمان. حاضر يا اخوي. والنبي يا رب تسمع منه. واني هنام شويه. ماشي. عيله متفهمه. سلبتك يا سلبي. ما بلاش سلبي دي، يعني سلبي دي بحس ان انا قاعد قدامك عريان. يا بنت عسل والمصحف ده. والنبي عسل يا بنت، ده انت بصي ده بصي فانيك، بحس ان في مصيص من الامل جاي. في ميه كفايه، ميه فتحيه. لازم ننزل الحراري. حراره ايه اللي تنزل؟ ده انت لو بتنزلي عليه كان زمانه نزل وغرق دلوقتي وبيقولوا انقذوني. خلاص يا سيدي ببلاش. بص بقى دلوقتي بقى ايه؟ قرب مني. احترم نفسك يا سيلبي. ماشي خلاص، قربي شويه كمان. حلو كده يا بنت بالراحه. العيله دي اب عامل نفسه نايم وكانه جاي له غبوبه السكر، وام بتجيب الشاي من مزارع كينيا، وبنت قافزه على رجله. بنتك سفتش يا سيلبي. لا مفيش كسوف خالص. بص بقى يا ستي، ايوه خليك معانا عم الحج وانت نايم كده. ها بس بقى، انا فكرت في الفتره اللي انا كنت نايم فيها. يوه بتفكر ازاي وانت نايب؟ بتفكر ايه؟ بتفكر ازاي وانت نايب؟ ايوه. طب انا هضيع وقتي في ايه وانا نايم؟ لازم احلم عشان خاطر افكر ولا اعمل اي حاجه. انت طبعا وجودك عند العمده في قلب البيت مهم، عشان انا لما رجلي تدب كل شويه ابقى داخل بحجه. ايه هي بقى الحجه؟ ايوه عشان نبقى دايما في بينا وبين بعض تلاقي. ماشي نعمل ايه؟ نتجوز. ألف بركة. ده كمين ولا ايه؟ هو فطيرة وخلاص؟ أنت مش عندك ناس كده وعندهم، أنت عارفة إن أنا أعرف ناس عندهم مش جايين ياكلوا حتى نقمة خناشرة بتاعت عيش؟
الناس دي لو اترمى عليها الاكل ده هتبقى مش هيبقى فيه مجاعه في البلد. صح صح ولا لا؟ قطاطا معاها حق عشان انتي مفتريه، في ناس حرام غالبا مش لاقين حتى قطعه سليزونهايه واحده. ما هو شفتي؟ مفيش حد لاقي زيتونهايه واحده. تمتي بقى الاكل ده كله ليك؟ سيبيه انا هاكله. شفت شرط تقول لك مجاعه، مجاعه ايدي وليا مكرمشه طول ما هي قاعده تلخ تلخ. شفتي مجاعه ايه؟ بدلينا بقى يتحرقوا. هو في مجاعه اكتر مني؟ انا هاكل انا. شفتي هتقول لي الكلام مزوق وبعد كده تغمسه بالسم الهري اللي يهري بدني. يا بنت امشي. انا هنا سيدة القصر. سيدة القصر. قلبك انت بتعملها تاني عشان تسمعها كده؟ سيدة القصر. امشي من القصر وشك. بقول لك ايه يا امي، انا هسيب لك سيدة القصر واغر من وشكوا خالص. امشي. مشيت. ما مشيتش وانت بتستنى دلوقتي. مشيت 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 خلاص والله. الحرامية دي. مشيت. انت عارفاني دي حرامية؟ هي مشيت خلاص. ما تسمعش حاجة تحت 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 يا تاتا. ما تستنى تحت تتكلم يا مكان. مساعد يا إكرام وما يحلى الكلام إذا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كان في واحد اسمه إيه؟ اللمبي. أه اللمبي يا حبيبي يا لمبي. أه جايب البسبوسة وجاي أهو. جايب البسبوسة. يعني يعني ايه يا عمدة انت عايزني ان انا اطلق مراتي على اساس ان جالك خبر ان الليمبي اتقلب من زوجك في الطيارة ولا ايه؟ واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. صدق الله العظيم. اه يا منافق انت منافق انت بمنخرين انت. ما تخلص يا قالة احنا هنقضيها بقى محايلة عليك طول اليوم ولا ايه؟ خلص الله. ما ترمي من الطلعه يا والي. الله مش هطلع هذا يا جدعان. يا جدعان في شر مين؟ خليك معايا انت بوعك ده. في شر مين ده ولا في انهي فله بيحصل الكلام ده؟ اطلع مراتي ليه طيب؟ يمين بالله لو ما خلصت لا مؤاخذه دراعك بس يا جنب المامور لا اكون مفرغ الفرفر ده في دماغك. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا عمده. لا يا رب كل حاجه توقف عنك وما تنشغلش. طلع ربنا يتمنى يا اخوي ويبتليك بمرضي يخليك تتنطط في الارض. طلع مع اني زعلان منك وانت غلطت فيا بس برضك اني. ايوه انت ايه؟ ديوس صح؟ انت ديوس ولا ايه؟ انت قول ورايا يا هلا. قول ايه؟ زوجاتي فتحيه بنتي حسان طالق مني. ربنا يتمنى يا عمده بحاجه. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا عودة. خذ من الحياة ربنا يكفر وشه وكفه وانصره وكفه. حسب الله ونعم الوكيل فيك. دي جازي شدادك يا بنتي يا قدر. ايه ماني لازم انا اقرصك في ركبتك عشان احصلك في جمعتك. تحصلي بيه عشا بابليس في الجنه. اخصى عليكي. فتحكي لنا يا بنتي يا فتحيه ايه اللي جرى بناتكم؟ مش هحكي حاجه خليكم كده على ما. بقولك يا بنتي يا فتحيه ما عندوش ابن عم ابن خال اخ ده انا حبيبتك. لا يا اختي بقطع بيت شجر. ايه طب خليه يشوف لنا ثلاثة فنديه اصحابه يكونوا نفس القطعيه. او النبي يا بنتي يا فتحيه لحسن انا خايفه ابوه. يوه صعبتي عليا يا بنتي انتي وهي. هكلبهولكم بس على شرط يكون شبهه كلامه سكر شهد مكرر. ايوه ويكون وشه زي وشه بالظبط. حاكم هو وشه عامل زي الفطير المشلتت. لك عليا اعمل لك عروسي من عين كل اللي شافك ولا صلوش على النبي. ويكون في طوله وفي عرضه. ايوه اذا كان كده يبقى هتستنوا كتير من غير جواز. حاكم سليبي مفيش بينه. انا عرفت اللي فيها. رايح فين يا سليب؟ مش داخل الدار؟ لا يا بنت الناس انا ما ينفعش اخش الدار خلاص. يعني هيبقى علاقتنا حرام في حرام. ليه كف الله الشر؟ انت ما بقتيش تحليني خلاص. يعني ايه؟ واللي حصل امبارح في ليله الدخله؟ امبارح كنت تحليني
انما النهارده ما تحلليش. تحلليش؟ بالك يا سيلبي. العمده طلعني منك يا حبيبي. وطلعتني؟ ايوه انت هتتهدي بالسلاح. عاجبك يا بوبيتي وهي عينيكم بالنوار؟ يا لهوي يا بشفتك يا فتحي يا فضحتك يا بنتي يا فتحي. والله انا وافقت بس كده يعني نستنى بس وفيت عشان هو عشان انا افكر بعد كده هعمل ايه. انا بقى مش هسكت والمصعب ده هسكت بقى. انا هوقع في البلد دي. انا هقطع الشجر بتاعه واسد واسد الترعه وهموت الجاموس اللي في قلب المنطقه كلها. اظهر لي وش يا حمزه وريني شكلك عامل ازاي. يعني تعالى انت لسه عندك تعمل ايه يا انا كنت بمدح على الطالعين. ايه؟ لا غور يلا حسب الله ونعم الوكيل فيك يا حمزه. غور وحياة امي اللي حطمك بالطوب. يلا يا مجنون غور يلا يا مجنون غور يا تجدهي. ايه يا قمر ايه الحلاوه دي؟ انا خايف عليكي من عيون الناس هتاكلك اكل. ما تخش جوه. اخش فين يا عبد؟ خش جوه معلطي نفسك كده وجهزي ها وتغندري وجهزي الليله بتاعتك دي ليلتك. ليلتي يا عروسه. يا لهوي بس يا قمر. قمر يا ناس قمر قمر. البنت دي وزه. وزه ايه يا عمده؟ دي بطه. انت مال اهلك انت؟ انت مالك انت ومال البط والوز؟ انت تتكلم في الجاموسه في البقره في الغربه ورايا يا حمار. وكأن القيامه هتقوم يا رجاله. يطلقكم مراتك بالقوه. حق بطرده واسمعودي. طب ايه يا عم الحاجه وانت كنت شويه مقضيها لي الغاز؟ اللي بالطرده وحلقوه ده؟ انا بقول لك خد مني مراتي غصب وتدار. خليه طلعتها غصب وتدار. لا حول ولا قوه الا بالله. واكيد شيخ البلد كان حاضر ومولس معاه. هو ده شيخ بلد؟ انا عارف شكل شيخ البلد. انا لسه جاي من الكفار وعارف اشكالهم عاملين ازاي. ده شكل الكفار ده هيترمي في النار بماشا ماشا. دي حاجه ما يتسكتش عليها ابدا يا رجاله. طب وهنعمل ايه يا اخواني؟ وهي دي فيها عمايل؟ زي ما طلعوا من مراته بالعافيه لازم مراته ترجع لعصمته غصب عن عين العمدة. والله العظيم هفرقه على العمدة ده. هخلي وجه الارض كله يتفرج عليه ويبقى مرنطه كده في قلب الارض. هتشوفه. هتعمل ايه يا سعيد؟ اللي هعمل ايه؟ انت هتشوف اللمبي هيعمل ايه؟ هي ديتها بس كده راح ساقط على السيده زينب وانزل على البرتيتا بتاعتي. الواد سعيد نجنى وحسن ابو خد كبير ونيجي نطربعها بقى عليه هنا في قلب الليل. بس انا اجيب المفتاح منين والباب الساحر اللي عشان خاطر اروح فيه للسيدة زينب؟ لا حول الله يا رب. الراجل بيخطرف يا جماعه. بقول لك ايه؟ انت احسن حاجه تطخوا عيارين تجيب عجله. لا احنا نرميه في الترعه احسن. يا رجاله يا رجاله بالراحه على الزعيم. الزعيم تعبان. بقول لك ايه يا زعيم؟ ايوه. انت تيجي عند الدار تريح شويه وتغير الهدمه اللي عليك دي وتاكل لك لقمه. أيوة. قلت ايه؟ انا موافق. هو انتوا طبخين النهارده؟ بلوزي. بلوزه اللي هما بيلزقوا بيها الاعلانات في الشارع على الحيطه دي. اعلانات؟ ما دي وايه صوت الميه ده؟ يا فتحيه بتعمل بالميرو يا ماما حن. اسمها عواطف. نكتب انا عايز اعرف اسمها تتحرق. وده ايه ده كمان؟ بقول لك ايه بس الواد الزعانه ده من هنا. اخرج يا شيف. شريف؟ اسمك شريف؟ امال لو مش شريف كنت هتبقى عامل ازاي؟ تجردتني يا هانم من كل قصاصاتي. يا راجل اجري انت كلك على بعضك جريده. يلا امشي انا هنا سيده القصر. يلا قصر حقك يا خدامه. بقول لك ايه خدامه بس بشرف. بصي شرفك والنبي دي لك ساعه على الدائري بين شرف ولا غير. اعمل فيكي ايه؟ اعمل فيكي ايه؟ وادي عليك بايه وانت فيكي كل العبر. بصي بتسلمك بتسلم جدك ازاي؟ والله العظيم صدر جدك دلوقتي ولا مش عايز اقول. اخرجي يا عواطف بره. يا لهوي عينك اللي زي البيت. لا ابو النبي اتخرجي يا بنت بتاع اكل عيسى ليه؟ دي غلبانه ودي ست برضك خدامه يعني شيلي دي حطي دي حاضر زي الكلمه. اخنقك
وشك ولا اعمل فيك ايه؟ وشك ما فيهوش حاجه تتعمل فيها حاجه. ماشي يا بيئه يا لوكل. اسم الله عليك يا اللي جايه من هاي فاي باي. هاي فاي باي؟ انت ان شاء الله ربنا هتموت هتاخدي ضربه من تحت يباطك، ان شاء الله هتغرق من صخاريخ ودانك، وتبقى فيك مجنونه من قلب التست. مش عارفة هتموتي مني ليه؟ مولعة ليه؟ ها؟ ها؟ أنا واثقة من نفسي. واثقة من نفسي؟ أنا ستة واثقة من نفسي وعارفة أنا عاملة إزاي؟ ما وردش عليكي مرايات تبصي فيها. لا ياخدوا أجيب مراية ليه؟ المراية وحسين يجيبوا نفسهم حلوين وأنا محفرين يا كدامة. وأنا هنا سيدة القصر. قصر قصر حقك. يلا يا أخي يكسروك على الدائري ما يلاقوا بك حتة. بصي طب انا ليه عماله افعص فيها كده؟ ليه ما بنستخدمش الصلصه الجاهزه؟ ده الصلصه الجاهزه؟ الصلصه الجاهزه يا حبيبتي دي ما تبقاش طبيعي. والراجل بيحب كل حاجه طبيعي، يحب الست طبيعي، يحب الاكل طبيعي، يحب كل حاجه طبيعي. طبيعي؟ ايوه. راجل ايه ده اللي هيخش على مراته وهي ريحتها كلها طبيخ وبصل وقرف؟ يعني اختي عن جاي من السنزبيزيس والله ما كانش جاي، ده كان بيتنطط من الاوتوبيس لتوك توك اللي مش عارف ايه وابصر ايه وعمال يسم في ريح ده ويخش بمناخيره تحت الباط ده. مفيش ميه يا بنت لما يجي كده ويشم ريحتك وانت تشمي عرقه. اشم عرقه ليه انا؟ اشم ليه؟ ايه المزاج في كده يعني؟ ده المزاج؟ النبي على ايامنا كان الجواز كده، كان يدخل العريس اول ما يقرأ الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم يروح رافع باطه والمراه تروح داخله تحت باطه. اتكيفت؟ يلا ياخدها ويشحنها ويرميها في قلب الزودياك. خلاص خلاص كفايه كفايه قطط قرفتيني. انا خلاص خلصت الطماطم اهو. خلصت ايه؟ الطماطم. طماطم اسمها قوطة. قوطة اسمها ايه؟ قوطة. قوطة قولي ورايا. قوطة 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 قوطة. ايوه كده خلاص؟ خلاص اتفضلي. خلاص هاتي بقى الطماطم. انت لسه قايله قوطة يا اختي؟ هو كلام نسوان بعد من المطبخ وما نتكلم في ايه؟ خلاص هي دي؟ قطاطة بس كده حلوة قوي. حلوة؟ أيوة. ميرسي. بس هاتي بقى الفرخة أهي، برك كده وبرك كده. طب والصدر؟ مالو الصدر بقى زي الفل أهو يا مرد عجيان. لا قطاطة أنا ما أقصدش صدري، كنت أقصد صدر الفرخة. أيوة يعني بحسبك بتتكلمي على صدري. فكرتيني. طب أنت عارفة الواد ابن بنتي؟ الواد ابن بنتي كان عنده كلبة بلدوج. كلمة البلدوج دي خلفت ايه؟ 4 كلاب تانيين بلدوج وماتت. سام عليها كلاب صغيرين بلدوجات ورحت خدتها وقعدت ارضع فيهم وكبروا بصلاة النبي وبقى فيهم واحدة مكتوبة دلوقتي. كلبة ايه يا قطاطة؟ انت بتشتغليني؟ انا هموت واعرف انت بتش. انا بحس ان انت بتشوفي حاجات غير اللي احنا بتشوفها وبتشوفي ناس غريبة. بتشوفي ايه انت؟ يا اختي انت بتفكري هنتكلم في ايه؟ انت تفكري ان السواد في المطابخ في البيوت كلها هيتكلموا في ايه؟ يقعدوا يتكلموا على دي؟ ويقعد يشتموا بدي ومحدش عاجبهم غير هما. ومبص تلاقي المره من دول سرح الكاتب جربان وقال لك يا احسن مني. هي كده كلام نسوان تعملي ايه؟ مزوع. يا قطاطه انت شكل الليمبي كان بياكل من ايدك كتير قوي صح؟ ليمبي يا حبيبي يا ليمبي انت ليمبي ده مش هياخد مني من حاجات بيعها. بصي جاي اهو بيشاور عليا. هذا يا ولد هذا يا ولد الحب مش بالعافية. الله 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 الحياة والخشية يا رفيق معاه وقفة ترجفي للأرجوز طب ما بتترجفينيش انا. هو انت خطيبي؟ طب هو حبيبي الله في غنمها امثال الكبيره دقتي رنا على بيبان المنظر بيت
كفى يا ولد. ايه يا بلد، مش هتزيد فوني ولا ايه؟ بيان هام، مش عايز اسمع هسه. دبت نمله زقزقت عصفوره، ولا احب اسمع حمار ينهق ولا بقره تنعر، خصوصا في الليله المفترجه دي. فاهمين يا حوش؟ هو فيه الحوش يا عمدي؟ انت الحوش يا غبي. بطايه فاهم يا عمدة فاهم. غرجتك ده يا فمك غور يا الله. انت يا اختي بتتحسوكي ليه يا بنت؟ انت يا روح امك، انت مش قلت لك تخلصي من زمان؟ حاضر يا عمدي. يا اخويا ها عايزه ايه؟ لا لا صحيح، في ايه يعني؟ تعالى يا عمري. وطي صوتك. طيب على ايه؟ ايه بلاش من عند المهد الراحة. ربنا خير يا نور عيني. خير يا راجل، مالك في ايه؟ لا 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 الزفة خلصت وانت كلك نظر، يعني بعد الزفة ايه؟ الاجراءات يعني. انت يا راجل مش زفيت وتزفت وتنيلت بستين نيلة؟ فيه تاني؟ واني يعني حجيب العيل بالزفة بس اياك؟ احنا مش اتفقنا يا عمدي ان ليلة الدخلة دي تقضيها معايا انا؟ حصل. ايه اللي جد؟ ما جدش، سيبيني والنبي اخرج بس. تعالى هنا اهو. ايه؟ قدامي على السرير. فين؟ اطلع على السرير. حاضر يا بنت ادري. حاضر. نعم اهو. وطي اللندا يا عمدي. ليه؟ هي غارق؟ وطي اللندا. حاضر يا بنت ادري. ايه العجلبيتك يا عمدي؟ اقصر الشر يا مقتدر. ايه العجلبية يا عمدي؟ نامي لوحدك يا عني. العمدة مرضه مني الليلة، ده ما بيستغناش عني ابدا. ومن نجمة تقومي يا بيت تكنسي وتمسحي وتطلعي على الزريبة تحلبي وترجعي يا بنت تنضفي الدار. العروسة قال. والنبي والنبي يا رب فكني بالعبده وظلمه وجبروته ورجع لي حبيبي جوزي سليبي. يا حبيبتي في الحياة سليبي. يا حبيبتي حبيبتي تلحق. ايه رايك يا بنت في المفاجأة دي؟ حبيبي يا سليم. الحمد لله الحمد لله. اخيرا فتحية، القدر جمع بعدنا البعض بعد ظلم الحينك حولنا. قلبي قلبي وبهجتي فداك يا سليم. اخيرا اخيرا السبع بناية اللي بتبناه بالدنيا. حبيبتي فتحية انا قول قول يا عني. انا ايه؟ أنا جعان أوي يا حبيبي. يا عيون قلب فتحية من جوه. تعال شكرا. أيوة تعال تعال شوف تعال شوف أكل العروسة. الأكل بينادي أكاله. الحلقة كل ما تحتويس يبري. الحمد لله ربنا بيرفع من هنا وبيمسل من هنا. ألف الحمد وشكر لك يا رب. طب البهيم أيوة هنعمل إيه دلوقتي؟ نعمل فين؟ أنا روحت بينك والكنز راح كمان. لا بنت كنز ايه؟ الكنز الحقيقي اهو، هو ده الكنز الحقيقي. تقول له كنز ومش كنز خلاص بقى، الخيرة في ما اختارها الله. يعني ايه يا سليبي؟ يعني ايه؟ يعني انا من الليل للليل اجي لك اكل واللقمه وقنعت واروح واخد برضه متكل على الله وكده خلاص. هو ده حلو قوي، هو ده الكنز. يا بصيرتي يا بصيرتي يا فتحي نهارك اسود يا فتحي هتسيبني يا سليبي يا بتحبيني يا بنت؟ يا بنت مش انا اللي اضحي بيك عشان حمامه ولا حمامتين ولا ثلاث حمامات، يمكن اربع حمامات اغير رايي. بس اسكت لا يسبعوني. ايوه بقولك ايه؟ فتحي انا سالت واستعصصت. ها؟ سالت واستعصصت على علاقتنا احنا الاثنين. المفروض ان احنا متجوزين بعض من سنين او من زمان او من يعني من يومين. فاحنا مفيش. انت تحليلي دلوقتي يا بنت، انت تحليلي
وجواز اللي احنا جودناه ده صح والغصب في الطلاق ده ما يجوز. يعني انا دلوقتي عايزه يعني انت شايف كده يا سليبي؟ وانا شايفه ده كده ده انا هقوم ده انا هموت. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الغرابه دي؟ انا فين يا عمدي؟ سمعت صوت بره. اتكن ونام. والله سمعت صوت بره. بقول لك نام احسن من النجم انزل على المركز وابيع الارض كلها لاخوه وهتطلقني واتجوزه وتبقى واحده بواحده. خلاص خلاص اتخمدي وادي قاعده وهتنام. هتنيل على عين امي. ومجليط بجله ومرشوش عليه زفت وقطران. ايه دي؟ ايه اللي انا شايفه ده في بيتي وعلى فرشتي؟ استنى استنى. لا صاحي طبعا. خلا حضرت العمده وهاتك عايز اتنين لبن ده حليب ومعهم بقسمتين خيارة. خيارة؟ ايوه داني اللي حديك من منقي خيار. بتعمل ايه هنا؟ صباح الخير يا سليبي. صباح الخير يا تروحة. حتك بقى زودت الاوردر عشان قدر صحي تعب المرة تفطر معانا. انا عارف انه ده راست اوردر اهو. اطلب بقى انت عايزة ايه؟ انا نفسي في ما هو قال لي يا اختي وهو طلب مني شايبة حليب وبقسمتين وخيارة. انما القته عليا انا داني حصرف من دمك يا فتحي. اثبت يا عم الحاج اثبت. ايه انت هتعمل ايه؟ اثبت محلك. انت بتتكلم مع مراتي. مراتي وانت واخدها مني غصبانية ومن ساعة ما خدتها مني وهي برضك مراتي على ذمتي. يعني الطلاق الغصب ما ياكلش. صباح يا بركة يا عريس. صباح يا بركة يا عمدي. يبقى انا جاي لك انت اخرى هو تستنى عليا شويه. كبارات البلد جايين يباركولك بنفسهم يا كبيرني. انا من رايي ان انت تطلع تبارك للناس اللي بره دي ها وتقول لهم مشكرين جدا على عار اللي انت حاطط نفسك فيه. يا عمده انت خلاص بقيت مغروس في العار. انت بقيت بتعوم في قلب العار. نطلق كلك على بعضك كده عارف عار. كفاية كده يا سليبي. الراجل ده برضه في بقابة ابويا. شايف انا نام اصيلة البت دي والله. بصون العيش والملح والله. بحبك يا سليبي. وانا يا بنتي انا موت في ان انا عينيك من الداخل. ما تجيب بوته بقى. يا سليبي. هذا الموقف يسخن وجودك مش حلو على قلبك يعني. صحيح صحيح اللي بيحصل ده مش كويس على قلبي. اصحى بقى مش كفايه عسل بقى ايه؟ انا رايح وراجع ما تتحركش. انا هتخرج فين؟ انا عايز اهرب دلوقتي. لا تهرب ليه؟ لا لازم اهرب دلوقتي. انا مش فاضي. انا ايه ده بيتك وده مطرحك ودي مراتك
وحنحرضيك وهنسويه وحرضيك والله. بس اصبر علي بس راجع لك. وكمان خلصت الاكل كله يا لمبي. عملنا حنوضه على صدري. انا والله نستنى لحد ما يجي الراجل ده. يلا نهرب يا زلبي. بنت نهرب فين؟ انا مديله كلمه خلاص لازم اقف موجود معاه. انت بتقول ايه يا زلبي؟ يلا نهرب. يا بنت بهزر معاك طبعا. يلا هاتي شهد التربه ده والجلبيه. بسم الله ما شاء الله. ايه الحلاوه دي؟ الصبا والشباب دب في وشك كانك ابن 18 سنه يا عريس. صباحيه مباركه يا عمده. لك ابشر ابشر جن لك ابشر جن استني هنكفي على وشي يا سليم كده حلو بس بسرعه اللي جابك الحته دي هنا مش عارف انت جاي ليه بسرعه يا سليم زي ما اتفقنا متفقين على ايه انا عارف اتفقنا على ايه بس يلا تعالى اركب وخلاص حاضر حاضر يلا انا محتاج عملك يا سليم طب ما تخبي وشك يا سليم وخبي وشي ليه ده احنا بنهرب يا لهو بالي يا فضحتك يا عمدي يا حضرة العمدي يا حضرة العمدي يا حضرة العمدي يا حضرة العمدي انت ما تتكلم في ايه ست فتحيه هربت مع الليمبي على الكاريتي يا نهار مش فايق ده مين ده مين اللي بيلعب ده برشلونه لا ما بحبش برشلونه انا عايز امبي حاضر بعد الجيم ده يلا ادوسي اكس ادوسي اكس اه فين الاكس إكس بس مش إكس اسمه إكس بلنك أهو عشان بيباسي بيباسي مبراسي إيه مبراسي بيباسي يعني بيعمل كده مبراسي أهو مبراسي شط زهقتيني دوسي دوسي يلا أهو كده أهو إكس شط يا قطاطا أنت كسبانة لغاية دلوقتي أه ما أنا عارفة طبعا أنت خلبوس أما أنت فاكر إيه بدأ بلعبها على طول الشارع إيه اللي بلعبش البنك البنك الحكم ده على فكرة بيسنكل اللعيبة لا ما يقصدش هو بيوقعهم وهم بيوقفوا ما يقصدش يا قطاطا يلا أنا الخناق الحكم خلاص صف بيوقع اللعيبة خلاص قال الجيم اوفر خلص ما تيجي نرقص انت تحت الحدوته يا قطاطه ما انا قاعد بس تعال نرقص يلا ماشي يلا يا اللي تحت ويا اللي فوق ايه ده لا ايه ده انت تجيب المطرب هنا تامر حسني هكلم تامر حسني ليه هشغل مزيكا حماجي 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 لا محمد حماجي يلا 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 انا ده حلو قوي يلا انا هديك تقعد انا هديك يا وقت يا وقت انا ما كنت بقول كده يلا لو انا مره امي وابوك كانوا مش بس ماتوا تحت فين والله كانوا يا فني تحت يا دي يا دي يا دي ايه ده؟ لبيس لبيس يا دكتور يا دكتور دكتور انت يا اسماعيل زب يا دكتور بدت احسن كتير فرفشي فرفشيها يا قطاطة بس بدون مجهود ها باين عليك شقية قوي والنبي يا دكتور مش انا اللي كنت برقص لوحدي اها ما انا عارف هي كانت بترقص معاكي لا هو كان مشغل التسجيل وعمال يرقص ويعمل مزيكا انا ايوه بترقص معاهم الله مش انت اللي قلت لي لازم اجاريهم الله اسمي يا دكتور ما تحت امرك يا هان ما تحت امرك كده
ميرسي. صرت حاسه كده في حاجه كده. يا ريت تسيبي ايدي. تسلم ايدك. يلا بقى يلا بقى اخرجوا بره بقى عشان خاطر هي تعبانه دلوقتي. حاضر. امرك يا هانم امرك. يلا يلا يا دكتور. انت جاي بكره؟ يلا يا دكتور. جاي بكره؟ هو اطرش ولا ايه؟ ها جاي بكره. انت فرحانه يا عبي؟ سلامتك يا امي. يا امي ده يا امي منك انت. انت ايه اللي معاك يا ولية انت لحد دلوقتي؟ انت مالك انت؟ اخرج ولا اقعد؟ يا ام كعب محني يا اللي دخلت علينا بالحنجر والمنجر. منجر؟ يا ميسر. انا ميسر؟ يا ميسر بتتميس على الرجاله. وحياة امك بوسي لو مسكتي بوسي بكعب الجنب ده هدربه على دماغك. ريت عباس يا عباس. نعم. تعالي خرج البيت دي من هنا. تعالي يا عواطف. نعم؟ اخرجي يا عواطف. ماشي. ما انت ليكي حق تتسوقي عليه. امال اخرجي. هذيك ضربة الدم ما تيجي تحتيكي وتنططك في الارض. في الارض. انا هنا سيدة القصر. ايوه. انت هتموت بقى. هلا ايه؟ دلوقتي انت. الحمد لله يا قطاط. الحمد لله. ميرسي. بقول لك ايه؟ هي ماما فين؟ لا ماما ايه؟ احنا نخش على الحدوته على طول. يا حضرة العمدة! يا حضرة العمدة! يا حضرة العمدة! الست فتحية هربت مع الليمبي على الكاريتة! يا نهار مش فايت! لازم تداري على عارك يا عمدة! يوعى! لا دي كده زاطت ولعلعت وانجلت واتنفخت. مش العمده اللي يلبس الخازوق ايه ده اللي اولع فيكم كلكم وفي البلد وفي الكل كليله. ايوه انا عارف الفلاحين هم اللي اول وادي الجربوع اللي اسمه الامي. اسمع يا جلاب المامور. اؤمر يا عمده. الفلاحين دي لازم تتربى ويتعلموا الادب. نربيهم ونأدبهم يا عمده. انت هادي الواد. ايوه جنابك. يقفلوا عليهم الهويس وعطشوا الزرع وبوروا الارض. حاضر جنابك يا عمده. يسلم فمك يا عمده. العين بالعين والسن بالسن والبعد اظلم. يلا يا حيوان انت اتحرك. خد الغفر وروحوا. عايز اشفي غنيني. لازم تهدى يا عمده. انت لسه عامل فتاة. عرقك هيضيع منك يا راجل. مالكش دعوه بعرقي. الواد اللي اسمه الليمبي ضيع علينا الفطار. سيبوني دلوقتي. مش عايز حد. اتفضلوا بقى اخرجوا بره كلكم. يلا بقى. عايز اقعد لوحدي يا ناس. عايز اقعد لوحدي. يا سوادي يما. يا سوادي يا اختي. طب هنعمل ايه؟ قفل علينا غويس ومنع عننا الميه اللي فيها لقمتني. طب هنقول ايه؟ انا ما عنديش غير حسبي الله ونعم الوكيل. في حد عنده حاجه تانية يقول ايه؟ لا والله يا اخويا ما كانش ينعز. بس ادينا قاعدين اما نشوف اخرتها. ما هو احنا لازم نعمل حاجه. مش لازم نسكت على الظلم ده. لا حول الله يا رب. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ انا محضر له دعوه تشله في مكانه. قولوا امين. امين يا رب. ايوه كده عشان دي كلنا كلمة. طب واخرتها يا رجالة؟ سبحان الله يا سليب. الكاركتة جاية في بعدها. اما دي كل حاجة مدروسة ومتخططة. احنا في ظهرك يا زعيمنا لحد ما تخلصنا من الاتفاق اللي بيننا وبينك. أيوه. اتفاق ايه يا سليب؟ انا عارف. بعدين انا كل اللي حصل بينه وبينه انه قاعد معي وقال ان انت هتحرر البلد. قلت له خلاص
احررها احررها وانا يعني احررها؟ يعني هتعمل ايه يعني؟ انا عارف هو الراجل ده اصلا انا بلوش ما بفهمش الراجل ده مش كتر خيره ده بدل بتقوله بوش شاكرين هو ده ايه؟ بوش شاكرين بوش شاكرين؟ ايوه وده قاله انت بوش شاكرين العاف خلاص ريحت لحميتك؟ ايوه الناس قاعدة كده ليه؟ مش عارفة يا سيدي أما الناس بتسوق الجمعة ولا إيه؟ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا رجالة وعليكم السلام ورحمة الله وأنت فين يا راجل؟ منه؟ تعالى انجدني اطمنوا يا رجالة اطمنوا زي ما الزعيم الليمبي حررنا من الاحتلال الخارجي ان شاء الله هيخلصنا من الاحتلال الداخلي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا حلاوة النبي انا منكم 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 هو دي البطل اللي بيجي في الوقت المناسب ايوه بعدين يا رجالي لازم نمشي ورا زعيمنا تعالوا ادروا شويه الكئيبه انتوا عايزين ايه دلوقتي احنا عندنا حلين ما لهمش تالت قول ان احنا ندعي عليه ونشله ويجيله كساح وحصبه يا اما تتصرف مع العمده وجبروته ده قافل علينا الميه ومش عارفين نستحمى وده انت وسطينا اهو وشامم ريحتنا ايوه عنده حق يا سليبي ريحته بعفدي يا هذا بن شوي لقد حينت اللحظه والويقع بيقول ان احنا لازم نبدا ثورتنا قبل ما نموت من الريحه ايوه صحيح صح ولا ايه؟ مظبوط تمام على انه ممكن نموت من الريحه ايوه طبعا بني ادم بيخدر يعجن صحيح مظبوط احنا اول حاجه في ثروتنا دي الواقع بيقول ان احنا لازم نستبزه ايوه نستبزه 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 مظبوط بقول لك يا زعيم الناس دي ناس غلابه وعلى قد حالها وبتخاف من خيالها عايزه اللي يبتدي واحنا كلنا وراه ايوه مظبوط تمام انا ما بختلفش معاك في القضيه اختلفش معاك في القضيه بس احنا يعني لازم في الاول انا بقول لك ان احنا نستبزه هي بتبتدي بالاستبزاز واخد بالك وبتكمل بقى المسيره بعد كده ايوه صحيح ايوه امال فضلت حي انا هنا يا سيليبي ايوه البلد محتاجالك ايوه حاضر خلص اما انا هقول لك اكتب لي امي البلد اسمعني بقى يلا يا سيليبي ما خلصت بس بقى ترد عاوي الله يا هذا درشواي العتيقة ايوه يا هذا درشواي الكئيبة ايوه لقد حينت اللحظة اللي الويك عبد الله يقول ان احنا لازم نسطر التاريخ ايوه صحيح ليه لان اللي ملوش قديم ايوه ملوش جديد ايوه مظبوط زي بالظبط كده اللي ملوش ماضي ايوه ملوش حاضر ايوه والواقع بيقول دلوقتي بيعدلك بيعض ها انه انا انتم وانتم انا تمام من الحمار فينا بقى مش مهم ونبقى لنا ايه لنا كده شمخه في الكلمه خد بالك والواقع بيقول انه لا للظلم ايوه مظبوط طبعا ايوه والواقع بيقول لا للحريه ولا للابجيه ايوه اهم حاجه دي ولا للفقير ايوه ولا للغني ايوه والله الغني ايوه يا رجاله يلا بينا يا رجاله ولا لكم تعالوا من هنا مش ده بيودع على هناك برضه يلا بينا يا رجاله Thank you.
شكلك مبسوط عارف. هيا يا حاج بابا كيف الناس مبسوطه قد ايه؟ باينك الناس بتغرق يا سيدي. ايه؟ بيغرق ولا ايه؟ لا والنار يا ربي والآن أيها البلد، الآن حان موعد الموجة الثانية من الثورة. انت فين يا فتحية؟ أنا هنا يا عدي، بسمعك وبتعلم منك يا لبي. ليه؟ يا لبي. لبي؟ إيه ده؟ ومفنس لبي؟ لا ده كان زمان، إنما ده بيت دلوقتي بقيت مرات الزعيم. يا نهار اسمح، ده حبك قوي يا بنت والله. وانا بحبك يا لبي. انا كمان بموت فيك، بس انا خايف الثوره تروح في اتجاه تاني الوقت واحنا مع بعض كده. اهتف. ايوه اهتف يا زعيم. ايوه زعيم، ايوه هاتف. طب اهتف ورايا يا فتحيه. يسكت يسكت حكم العمده. يسكت يسكت حكم العبده. عبده؟ يلا يعني اذا كان سلبي مش هتبقى عبده. يسكت يسكت حكم العمده. يسكت يسكت حكم العبده. يسكت يسكت حكم العمده. يسكت يسكت حكم العبده. يسكت يسكت حكم العمده. 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 تدري أنا بقالي 30 سنة عمدة دنشواي أبا عن جد، عمري ما حسيت إني مالي مركزي قد اليومين دول. أيوة أمال، هم حيلقوا في البر كله عمدة زيك، ده أنت مراعي مصلحة أهل البلد كلهم آخر حاجة، حتى الإنجليز شايلهم على كفوف الراحة. ما هي دي الشطارة، ازاي تنيم اللي قدامك على الجنب اللي يريحه. بس بقى على الله تعدني من ضمن اللي عايزين يرتاحوا. ايه انت هم مرتاحه واخر غندره يا مبطرخه. يا عمدي يا عمدي. ايه يا عمدي؟ ايه يا زفت انت في ايه؟ البلد هيجان عليك وعلى افعالك الهبله. اني افعالي هبله يا ابن الهطله؟ غور نجيب حشاكتك ده يا فمك. ده كان زمان، انما سلمبي فنجل عينيني ونورني يا حراميه. اخرس انكشح يا واد بدل ما تخك. هنكشح وهغور، وادي حاجتكم اهي، انا هنضم للمعارضة. غور يا ابن السرمة، هتشوفوا ايام سودي. غور يا ابن السرمة من هنا. جبري ليه والله يقطع خبر امك. ايه ده؟ ايه عمدي؟ الواد اللي بيفتح عينين الفلاحين علينا، يكونش يصدق انه زعيم بصحيح؟ انت لازم تتصرف يا عمدي. طب والعمل يا ميت تدري؟ وهي دي الفكارة، ما تتصرف قبل ما تبقى هزو. لا قطع لسان اللي يقول عليا كده. الموضوع ده لازم يخلص الليلة، ارميه من فوق والليلة يا عمدي. طب افرضي انه وقع وما ماتش،
والليمبي قرره وعرف منه سر الكنز علشان تطمن تخه قبل ما ترميه. ارميه منين يا وليه؟ يا لهوي يما، هترميه من فوق الحصيره يا راجل، من فوق الدار. يا ساتر عليك، ده انت مره سو بريه من شرك. قوم يا راجل. حاضر، اديني غاير في 60 داهيه. راجل بلط. يسكت يسكت حكم العمده. يسكت يسكت حكم العبده. 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 يسكت يسكت حكم العمده. انزل يا عبدة عشان تشوف الموجة الثانية من الثورة. الناس ايه؟ ما ايه؟ مش مشيت. الناس مشيت. فين الناس يا بنت؟ الناس مش عارفة يا سليم، بس ادي معاك. معايا ايه؟ الناس اللي مشيت دي ايه؟ فلول ولا ايه؟ ايوه فول. نفسي في فول وفحلين بصل. بس وقرنين بس بس فاهم. جوعت جوعت يا سليمبي. يا بنت جوعت ايه؟ جوعت من الهتاف. هتاف ايه؟ ده انا اللي طلع من امي اللي جابوني. احنا الوقت الثوره باظت خلاص. ايوه الثوره فكرتي. يلا اهتف اهتف يا سعيد اهتف. ادي سخنت. سخنت ايه وانت هتشوط البلد؟ ايه سخنت؟ انا تعبت بقى بهتف من اول البلد. عيب انت سعيد اهتف. يا ست مش هتنامي على عيني اللي جابوني هتفت. خلاص بس بس يا سليمبي خلاص خلاص. يسكت يسكت حكم العبد. يا سليمبي. ايوه هريسه اهو. مش هو ده سبب نزولك البلد؟ ايوه. مش هو ده اللي انت عايزه؟ ايوه. وماله؟ خده بس جثه. ما تموتنيش يا عمدي، انا اعمى. اخرس يا كلب. أنا هريسة جدو. جدو أنا الليمبي. الليمبي؟ أيوة الليمبي. أنت اللي كنت بتطبل على الطبلة؟ الحمد لله الحمد لله. هي دي البشارة، الليمبي بيطبل على الطبلة. أيوة زي ما قلنا. وكمان الدبانة الحمراء هنا على كتفي. أنت الليمبي. أيوة. أنا مبسوط قوي. أيوه. إنني فتحت قبل ما أموت. ده ونبي. وهقول لك على سر الكنز. قول. أيوه. بس مش هقوله لك هنا. أمال فين؟ هقوله لك هناك تحت الشجرة. هتقولي لي هناك تحت الشجرة إزاي يعني فين؟ الشجرة الشرقية. عارفاها؟ أنت عارفة الشجرة الشرقية؟ أيوه. أيوه خلاص ماشي. الشجرة دي ليها فيها ذكريات. أيوة. كنت بقعد انا وستك هناك وناكل برتقال ناكل برتقال. الله يرحمها. الله يرحمها. هي فين دلوقتي؟ ماتت. لا والله. هي السبب في ضياع عيني. كنت احذفها بالبرتقاله. بتحذف لي بالبرتقاله. ايوه. وفي ساعه تجلي حذفت لي البرتقالتين. ضيعت عيني بس كان عمى مؤقت. الله يرحمه. خلاص كنت تحت الشجرة بقى. سد معايا فتحية. حتى يا سليبي. يلا يا اخوي. يلا يا اخوي. يلا يا اخوي. يا اهل البلد يا اهل البلد يا خلق يا شهادهم. ابو الحاج هريسي بيفرفر وشكله هيموت دلوقتي اهو. يلا يغور قبري يلم العفش. ده قاعد يتسلف من كل واحد فينا النيكله والسحتوت لحد ما بيعنا هدميتني. يعني ايه يا فلاحين؟ هنسيب هريسه ده يموت كده من غير ما يقول لنا مكان الكنز فين وفين خباه؟ يا نكدي احنا نروح كلتنا كده ونكتم على نفسه لحد ما يقر مكان الكنز ده فين. ايه يا سخام الطين اللي انت بتقوله ده؟ نروح كلتنا ونكتم على نفس بيقول لك بيموت بيفرفر. هنعمل في ايه تاني؟ امال هنعمل ايه بقى يا سهار؟ الله يخرب بيتك خرعتني بالراحه مسروره.
أنا عندي الحال. إيه؟ أكيد الأكيد هريسة دي وهو بيودع هيقول لابنه ضناه عن مكان الكنز. يا سلام، كلامك فطير مشلتت يا حاج. ده كلام موزون بصحيح. هو ده الكلام يا مهضم. يبقى احنا نراقبه لغاية ما نعرف مكان الكنز فين، وساعتها اخده لوحدي. قصدي يعني اخده لوحدي وبعدين اقسمه علينا بالتساوي. والله كلامك قرص بعجوة يا حاج. كلام موزون بصحيح. الله يفتح عليك يا مهضم. يبقى مين اللي المفروض نراقبه لغاية ما نعرف مكان الكنز؟ الليمبي. مين اللي لو حاولنا ناخد منه الكنز ومرضيش نقطم رقبته؟ الليمبي. براو عليكم يا رجالي، يلا بينا. على فين؟ الله يخرب بيوتكم، على الليمبي وهو بيسمع من هريسة مكان الكنز يا بهاي. يلا بينا. يلا ده مهلك الجدي، ده مهلك الجدي. انزل انزل، حط لك حجر اهو. انزل ريا. ايوه. طب وبعدين يا سيدي؟ اللي بعدين ادينا قاعدين بقى لما نشوف اللي هيحصل فيه ايه. يا عبدي خايفي. بس بنت، بس بنت العلامة، بس العلامة، العلامة بتاعت الكنز بس. أوه. ايه سليب؟ مفتاح الكنز. مفتاح الكنز. ما كدبتش، ما كدبتش يا سليب. وصفة الكنز كبات. الله، انتوا مالكم متأثرة قوي كده ليه؟ يلا بينا بقى عشان نروح نمشي بقى. يلا. لا يا سليب، لا بقدرش، بقدرش اسيب ابويا وابي، ملهمش غيري. يا بنت ابويا وابوي ايه يا بنت؟ بقول لك المشاعر الدفينه دي ملهاش مكان عندنا في قلب الحته اللي انا جاي منها. يلا بينا نخلع. يلا. بقدرش، بقدرش يا سليب. مش انا اللي ابيع اهلي، انا بالبلد دي، بلد ابويا وجدي جدي، انا مصريه. برافو، واحد قوي. يلا بقى خلاص، روح روح يا زليبي. طب هروح عشان خاطر زليبي دي. ايه يا زليبي؟ ايه يا زليبي؟ كمل كمل زليبي ده. هيا عايزوا هنا وحياة امي لربيكي. هاتوا زليبي الكلب ده. بتحيا بتحيا. قطعت بقالك ساعة في الحمام بقى. افتحي. مين هو؟ انا كل ما خبر تقولي لي مين. انا لميس. لميس؟ ايوه. خميس مين؟ خميس. ايوه. اللي جابك ايه يا غالية خميس في بيوت الناس المحترمة ده؟ لوا يحفظك يا قطاطة. انت بتشوفي ناس احنا ما نعرفش عنها اي حاجة. خميس مين؟ انا لميس. لميس يا زهر. ايوه. افتحي يا قطاطة. ايه الرقم ده؟ شديد عبادة يا اختي. والله ايه الريحة دي؟ دي كذا. انت بتشربي سجاير؟ انا عصر دجاجين. انا عصر دجاجين. امال ايه اللي على الارض ده؟ اسمعها ده بتاع عواطر. عواطر بتاع عواطر بتيجي ترمي بالليل وده البلاستيك بتاع الزراده. كدابه كدابه. نوتي قطاطه، نوتي قطاطه. نوتي قطاطه. اه انا نوتي فين؟ يعني انت وحشه. انا والنبي وانا وحشه. بنتي بقول لك عواطر فين اللي بتعمل كده معاها؟ مفيش اكل ومفيش شرب تاني. لا انا عايز اكل. عايز تاكلي ايه؟ انا عايز اكل بطاطس. بطاطس؟ بطاطس بحبها. طب اروح اشوف فيه بطاطس ولا لا؟ ماشي. وكذا وقولي بوات خميس نجيب عيب بطاطس جايه تاني. ايوه عشان عايز اصرف سجاير داخل المسابقه. طب بصي، هنزل اشوف السجاير والبطاطس على ما انت تحضري لي حدوته. ما حضرتك حدوته في الحمام. ماشي. ما انت كنت لسه في الحمام. انا عايز اصرف سجاير بقى. ماشي ماشي يا قطاطا. سجاير واحده بس. هي هبطلها. ماشي بس اديني علبتين. ماشي ماشي. يدود
يومي 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 ازاي رز ازاي ازاي يومي يومي ازاي اصحى وغدران يا وديري تعال يا قطاطة قطاطة افتحي بقى بليز قطاطة جدو 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 ايوه يا عواطف ايوه يا حبيبتي تعالى يا أيوة جدو حالي تعالى تعالى نعم قطاطة بقى لها نص ساعة مش قادرة تفتح الحمام يا نهار اسود ايه قطاطة اللي في دماغك ده مش هيحصل يا قطاطة افتح الباب احسن لك انا هفتح الباب ها هفتح الباب اهو يا قطاطة طب ما الباب مفتوح ماشي يا جدو بس ما اقدرش افتح افرض مثلا قاعد على التواليت طب خش انت عشان عيب امنا يلا قطاطة قطاطة يا نهار اسود جدك من بكره هيبقى شاويش البنت لسه صغيرة 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 عند عمي لسه صغيرة 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 عالمية يا قطاطة حرام عليك احنا قلبين عليك الدنيا اتخضتينا لا ما تخبيش يا موسى لان يا ما قمت في الترعة دي زمان كنت انا بغص مني عند الترعة دي رح نازل عند بيتنا فتحت الكمانين الراس نعم بيقلع نعم اعمل ايه؟ ايه ده بنزل الميه حلوه قوي النهارده مجنونه دي ولا ايه؟ جدو من فضلك ما تكلمهاش كده اتفضل خش جوه ايه ده انت معاكي حد هنا يا لموسه؟ نعم انت بتستقبلي يا وليه انت ولا ايه؟ جدو من فضلك قلت لك ادخل جوه بقول لك ايه خليه يمشي عشان انا عايز البس الميه قطعه واحده ما اعرفش البس قدام الصبيان صبيان حاضر 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 يا أنسة أنشنتي تفضل شنشنتي بأجرة ابنتي لسه صغيرة 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 الحب لسه صغيرة 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 معادي